بسم الله الرحمن الرحيم. بني واحد الحفيظ راح يسمو استاذ تنيه رجالي. هاد المساء كنعيشوا انعقاد دور هذا النجوه الصحفيه للاعلام الرسمي على دور الحادي عشر اللي كيتقام كل سنه بمدينه مراكش. هاد الدوره الجديد ديالها هو انه تم الانتقال ديالها من المسرح الملكي للمنطقه المسرحيه لانها واحده من المنطقات المهمه. وتنتمناو انه تكون هذه الدوره 11 ناجحه كتسابق سابقتها. من طبيعه الحال بالنسبه للمجموعات اللي مشاركه كاين مجموعات المشاهد، كاين الرصاد، كاين الالوان، كاين السنوا، كاين السهام، كاين الرصاد الفنيه، كاين ميلود السنوا، كاين المشاهد في الفنون. اذا تنتمناو ان هذه الدوره تكون ناجحه بحكم انه المنطقه ديال الحميد راه فيها كثافه فنيه كبيره وخاصه نتغلبوا على لانه المسرح الملكي كان مجموع دابا الحميد شويه كبيره تنتمنى ان نتغلبوا على بالنسبه للمدعمين دائما الشكر للجهتين اللي غاديين معنا مزيان منذ الدوره الاولى اللي هو المجلس الجماعي ومجلس الجهه مشكورين لانه تطرقنا معهم الشراكه كذلك كاين الدعم ديال وزاره الثقافه ولكن مع الاسف الدعم ديال وزاره الثقافه دعم محتشم منذ البدايه وهي الجهه الوصيه على الثقافه ومع الاسف تنتصلوا بدعم هزيل. تنتمنوا انه السيد الوزير ينتبه لهذه القضيه لانه ضد المهرجان الغيماني ما غاديش توصل للدوره 11. انا تيبان لي حان الوقت انه تم الشراكه ما بين مؤسسات المهرجان الغيماني ووزاره الثقافه ولماذا. اذا شكرا لكم محتفين من طبيعه الحال كي تعرفوا انه كل سنه منذ بدايه تاسيس المهرجان كان دائما كل دوره كيكون تكريم ديال احد الرواد ديال الظاهره الغيماني. هذا العام فكرنا انه الدوره 11 تكون مهداة الى روح جميع المتوفين الرواد المتوفين منهم منهم مغني الشريف، منهم العربي السي محمد، منهم الاخوان بزاف اللي توفوا. اذن هذه الدوره كلها هديه للروح ديالنا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.